بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، رمضان كريم لجميع الجزائريين والجزائريات. أريد أن أخبر جميع متتبعي دروسي دروس اللغة الفرنسية المقدمة في قناة مسيو غانم بأن تجربة أساتذة أخذت دروسي بدون إذن أو ترخيص مني وتقوم بحذف أجزاء منها خاصة الاسم وتقدمها في قناة تجربة أساتذة. أطلب من جميع متتبعي دروسي التنديد بعمل تجربة أساتذة الذي هو بغير شك عمل ينافي القانون وأخلاقيات مهنة التعليم. وأغتنم هذه الفرصة بالتمني لجميع تلاميذ السنة الخامسة النجاح إن شاء الله. صح فطوركم، شكرا، والسلام عليكم. تحية وسلام من الأستاذ غانم.